نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية 3 دورات تدريبية ل101 من الكوادر الأمنية من 29 دولة أفريقية ودول الكومنولث في مجالات تنمية مهارات القيادات الأمنية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة. من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في مختلف المجالات بخاصة في المجال الأمني، المجال الشرطي مجال مهم جدا، بتفتقد ويعني الدول الأفريقية بتفتقد لهذا المجال، بتحتاج فيه تدريب كتير. مهم جدا التعاون فيه معاهم، لأنه ده أولا بيرفع من قدرات المؤسسات الشرطية في الدول الأفريقية وفي دول الكومنولث. النهارده الدورة فيه 3 دورات، دورتين لكوادر أفريقية ودورة لكوادر من دول الكومنولث. This training has enabled me to acquire more leadership skills and techniques which I will be able to use with my subordinates in order to develop them and also to reach the goal of the organization. This training is an investment and a giant effort in enhancing the capacity of police and law enforcement agencies in Africa. تلقينا فيها العديد من العلوم المفيدة، مثال التخطيط الاستراتيجي وبعض العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية، وكذلك التاريخية بزيارة لبعض المعالم المصرية العريقة. ونتمنى أن الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الدورات بين الدول الشقيقة. برامج تدريبية متطورة مواكبة لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني حصل عليها المتدربون داخل المنشآت التدريبية الأمنية المصرية التي تحاكي الواقع العملي وعلى يد كوادر أمنية مصرية ذات كفاءة عالية كانت كفيلة برفع القدرات الأمنية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث وفقا لتأكيداتهم. نعم، كورسوس ما وچ месяц дана и стекли смо знања и искуства на тему заштита VIP личности. Имали смо теоријску и практичну обуку која је била веома zahtjevna i zanimljiva. Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova Egipta. Duat them që ndërmjet këtij trajnimi ne kemi përfituar shumë as si nga ana teorike ashtu edhe nga ana praktike. Dhe ky trajnim do na shërbej për vete ashtu edhe për eksperiencë për aty ku të shkojmë për të dhënë. Doja të falenderoja qeverinë egjiptiane për bashkëpunimin dhe për mundësinë që na krijoi për të ardhur në këtë trajnim. وقد نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية لتخريج المتدربين أعربوا خلالها عن تقديرهم لوزارة الداخلية وما شاهدوه من قدرة أمنية فائقة كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم الأمنية والتي ستعود بالنفع على استقرار ودعم بلدانهم عقب العودة إليها محملين بتلك الخبرات. très important avec les instructeurs de haut niveau bien dotés d'une grande expérience. Et donc, c'est une grande satisfaction pour moi et pour tous mes camarades. Koja je bila izuzetno značajna za mene, tako i sve ostale učesnike. Poprimili smo mnogo znanja, nova iskustva. Također se zahvaljujem i na teoretskom dijelu obuke, koji je također bio izuzetno značajan za naš posao. Tout a été vraiment professionnel. Les exposants, les formateurs, les traducteurs, n'en parlons plus du matériel. Le matériel utilisé qui était vraiment un matériel de pointe. J'ai beaucoup été apprécié par ému. ريادة مصرية في مجال التدريب الأمني وإمكانات كبيرة تتمتع بها في هذا المجال تحرص على استفادة الأشقاء منها لدعم الاستقرار في بلدانهم. لذا تتواصل الدورات التدريبية في هذا الإطار.